واش لا فامي، صباح الخير عليكم، اش اخباركم؟ وحشكم بزاف. مرحبا بكم في فلوق جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير، كنتمنى تكونوا كاملين فقتوا بخير، عندكم ما يدار، وفيكم امل جديد، يوم جديد، ابتسامه جديده. 8:30 ديال الصباح هذه وفقت بكري. هذا شحال هذه وفقت في هذه الوقيته، ولكن والله الا صراحه ساهل تفيق في الصباح، ماشي شي حاجه صعيبه، غير انا ما مولفش. والشتاء تبارك الله صبات، تشوفوها الجو زوين والله يرحمنا، الحمد لله صبات الشتاء، بغيناها مازال اكثر من هكا بالنفع ان شاء الله. فقت بكري علاش؟ باش نمشي لكم، عارفين بلي هاد الايامات خدام بوحدي، دونك خاصني نمشي نقضي غراضي دغيا قبل ما توصل العشرة ونرجع نفطر، باش نفطر العشرة نبدا الخدمه ديالي. دونك غادي نمشي نجيب البلاي فين سكان بلاي جديد ان شاء الله، باش نديرو بلاصه داك اللي مشى. واليوم نسيت شي حاجه فيا ما شفتهاش، اللي يتقشعها قبل ما نقولها برافو عليه، اللي هي النظارات. ولكن ماشي مشكل، باش تشوف اخوكم كي داير مع يلا كيفيق مع الصباح، شو كي داير اخوكم كي كيكون اللي يلا كيفيق. هادشي اللي كاين دابا، غادي نمشيو للكيشي ياك باش نخرجوا شويه البركه، باش نجيبوا بلاي ستيشن. ياس، قولوا لي واش تيتوا بحال ملي كتوصلوا هنا، كتجمعوا البورطابل، كتجمعوا لا كارت كيشي، كتجمعوا البسطام، اي حاجه رقيقه طيح لكم هنا، كتخافوا طيح لكم. واش هو بحالي ولا لا؟ انا دابا وصلت لسكام، ولكن كاين الشتاء. شوفوا معنا، انا دابا نشوف فين هو واحد ما عرف داك الباراسول اللي كنت الباراسول اللي كيكونوا في السوق، ما عرفتش كيف نقول لهم. انا فين كاين الشتاء، الشتاء غير خصنا نتسنى وتنحبس الشتاء، عاد نمشي لمارسي باش ما تخسرش لا كاميرا. حكي لا خسرت الكاميرا، مشى الفلوق عاوتاني، وإلا مشى الفلوق ما كاينش فيصل، وإلا ما كاينش فيصل ما غاديش تخرجوا الجودة، إلا ما تخرجتوش الجودة ما يبقى فيا الحال. حنا دابا عاد وصلنا لمارسي عرفتي بالكافي في الشتاء. السلام عليكم. سي حفيظ صباح الخير. كيف حالك؟ كلشي بخيرين؟ شوفت في جيجك. السلام عليكم. الله يبدا السي حفيظ. جوي كلشي بخير؟ واه سوا الوقت اوليدي. بخير؟ بخير بخير بخير. هو السي حفيظ قال لك بغاني في الراس، بغاني ولا ما عرفتش في البلاي. هو البلاي بعدا، هو البلاي بعدا. السي حفيظ راه كيخلعني كيبيعهم انا، كيلعبوا عندي الناس. الله يلا تكا عليا حفيظ بالله، الله يلا معلم. انت شو واحد كيدير؟ البيت بعد معاناة والله إلا ما كرفسني عاد ماركت عليه. ايه شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا بعد معاناة قولها والله إلا بعد معاناة وحق الله. يا بينتين صحة وراحة. احنا رجعنا الحمد لله، جبنا البلاي، نركبوا اليوم باش يديوها عاوتاني. صراحة كنصحكم أي واحد باغي يتقدا شي ماتيريال ديال الانفورماتيك أولا شي ماتيريال ديال الجيمين، نصحكم تمشيو عند حافظ، والله العظيم حتى كيدير أثمنة مناسبة بزاف بزاف، وعندو ماتيريال واعر ونقي، والله العظيم ماشي كنهدي ليه بيبليسيتي، ولكن هادشي اللي كاين والله العظيم. حيدي دابا غادي نمشي للخدمة، دونك نتلاقاو مورا بزاف ديال السوايع ديال الخدمة، حتى نسالي الخدمة وغنتلاقاو باش نوريكم شي حوايج واعرين إن شاء الله. 12 o'clock midnight. واحد الحاجة باغي نقولها لكم قبل ما ننسى، شكرا بزاف 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 على الدعوات ديالكم ليا ولصديقي الحسين اللي دار قصيدة، شكرا بزاف على دعواتكم في الفلوق اللي قبل، في لي كومونتير كانوا بزاف ديال لي كومونتير، وحق الله العظيم إلا عرفت مدى حبكم ليا في داك الفلوق اللي قبل، وحق الله العظيم إلا عرفتي راه كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين قريتهم، وبيان سور ما نقدرش نجاوب كل شيء، وحق الله إلا تأثرت بزاف قسما بالله العظيم إلا كنقراو ما عرفت واش نضحك، ما عرفت واش نبكي، ما عرفتش غندير، والله العظيم شكرا بزاف، والله إلا بينتوا ليا بلي كتبغيوني بزاف، وحق الله العظيم كنبغيكم كاملين، وديما كنقولها لكم، وكل نهار كيدوز ولا كل نهار كيتزاد في حياتي كنزيد نبغيكم بزاف، وحق الله العظيم شكرا بزاف. اليوم كان بلان زوين صراحة، كان واحد البلان واعر وعجبني، واحد الدري صراحة ما عرفتش سميتو، صيفط ليا صراحه هو لانفيدا في الكونفيرساسيون في لاباج، صيفط ليا لي فيديو، واحد الفيديو ديالها هو عنده لاشين، وتيليشارجيت لا فيديو خليتها باش ندخلها في الفلوغ، مي الكونفيرساسيون مشات مع كثر لي ميساج ما لقيتهاش، بغيت غير باش نشوف نعرف سميتو، ما لقيتش الكونفيرساسيون، الفيديو باقي عندي ولاشين عرفتها. دونك هاد لا فيديو هادي
داير فيها يعني واحد سيت اللي خرج هاد اليامات، ما عرفتش واش هاد اليامات ولا مهم بان لي انا عليه البوز هاد اليامات شحال واحد داوي عليه. هاد السيت هذا كيقيس يعني نسبه الجمال ما بين يعني الناس، كتحط لي التصاور ديال الناس وكيقيس لك نسبه الجمال. وهاد الدري هذا دار هاد الفيديو هادي ودار واحد مجموعه ديال اليوتيوبرز المغاربه اللي من بين اللي من بينهم انا، ما عرفت مالي اليوم كنتهجى بزاف واش الخلعه ولا ما عرفت. بوي اللي من بينهم انا ومن بينهم ايوب عقيل صدراتي الياس وشي دراري اخرين، صراحه ما عقلتش على سمياتهم، كيديروا الجيمين. وهذا الفيديو هذه غادي نشوفوا شكون واحد لا اليوم صراحه بزاف واو كنتهجى بزاف وكنغضب بزاف، ما عرفت غادي نشوفوا شكون اللي غياخذ اعلى نسبه في الجمال. هو صراحه هاد السيت هذا ماشي شي حاجه واقعيه، داير له غير الضحك، دونك الناس اللي ما غياخذوش نسب عاليه ما يبقاش فيهم الحال غير كنضحكوا. وماشي انا اللي درت هذا الشيء، الدري هو اللي دار هذا الفيديو، بغيت ندوز هذا الفيديو نبارطاجيه معكم. نشوفوا لا فيديو ونضحكوا شويه، صراحه غادي نضحكوا حيت داك الشيء داك السيت بان لي انا مسطي شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله الحمد لله. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا حنا دابا الحمد لله، تحيه لايوب صح. استروا على ماليا الدراري، يعني ما عرفتش فيه كوبي رايت ولا لا، ما كنظنش شي كوبي رايت صح. ايوب ضحكه تحياتي. ما غدير معايا والو ايوب، انا غادي نضحك انا غادي نضحك صح ايوب غير كنضحكو. ربعة وستين في المية صح ما بيكش يعني شخصيتي عندنا حافي كيما كيف تشوف شخصيتي اليوم غايبة؟ كيش يقول؟ 55% اسمح لي يا اخوي حافظ، ولكن موقعه هذا موقع الرين في خاسر صح ومعنا سمو زراتي علي سيمو اللحية وداك الشيء، تحية سيمو من هذا من برادا شحال 70% سيمو شنو تقدر 70 صح. سيمو دراجي يو ار جود لوكين، نبداو نشوفو الياس دابا مرحبا. لا هذا انا خايف يجيب لي الثمن. الياس يجيب لي الياس مبوكس ياس تبوكي ساو اللحية وداك الشيء تشاوك صح الياس راك تما وكداو هادي شحال جاب؟ 56 هادي هي الروح الجبلية. الاخر واو 61 الشغل اللي معايا هو مغربي كبير فرام فايصل فلوك يس يس واش طافامي واش طافامي يا خوتي فايصل بلوك الله يلاقيك يعني هذا الموقع كذاب، هذا السيت كيكذب والموقع كذاب عباد الله، والله الا كيكذبوا بالله.
دابا دخلنا عليكم بالله واش هادشي دابا لوجيك هادشي وانا رينا الا ما نكونش انا ما نكونش زين من الياس اولا من الدري غير الدري اللي بعدا اللي قبل مني راه بوكس عليا هادشي كاين على ان السيت راه مخربق سيت مسطي ولكن باش تعرفوا هاد القضيه انا مشيت عاودت لهاد السيت هذا بنفس لا فوتو باش ديالي باش خدم هاد الدري هذا وما عطاتنيش نفس النتيجه هاي شتو عطاتني نفس لا فوتو عطاتني 75% باش تعرفوا بلي هاد السيت هذا راه غير كيزعط غير طالقها وصافي ولكن واخا هكاك 75% كتبقى ثاني اعلى نسبه من دوك اللي دازو الياس ايوب ستراتي الاخوان الاخرين ما يبقاش فيكم الحال هادشي ما كاينش على انني انا بوغوس عليكم لا صراحه حاشا هادشي كاين غير انني انا زوين عليكم دونك داير هادشي غير الضحك فقط داير خويا انتوما صراحه واعرين بوغيس داكشي الياس اللحيه ما نقولش لك ايوب البلوقيه وداكشي استراتي تا هو اللحيه والشعورات صراحه كاع الدراري غير كنضحكوا هادشي غير بلا نضحكوا به واحد شويه وما عرفتش علاش كندير هكا بزاف ما عرفتش اليوم تزاد فيا شي حوايج لا ما فهمتهمش انا فراسي صراحه الله اعلم الله يخرج العاقبه بخير دخلوا لاشين ديال هاد الدري هذا غنخلي لكم اللين ديال هاد الفيديو في الديسكريبسيون دخلوا عندو عمروه باللي كومونتير تابوناو عندو كاملين بغيتكم كاملين تدخلوا عندو في لي كومونتير كومونتيو هاشتاغ فيصل فام باش يعرفكم منين جايين وباش يفرح حتى هو شويه بزاف فاش من واحد شويه خصو يفرح بزاف 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 تابوناو عندو كاملين شجعوه كيعجبوني الدراري اللي كيديروا شي حاجه كيبغيو يديروا شي حاجه مختلفه بحال هكا والله العظيم حتى كيعجبوني بزاف شكرا بزاف لهاد الدري هذا كون ما طلعتش انا ابقص واحد فيهم ما غاديش نبارطاجي لك لاشين ديالك غير كنضحك معاك صراحه والله العظيم في كل الحالات واخا يعني بلوجيست انك حتى انا عطافتي بيا ودرتيني وسط الناس اللي سبقوني في الدومين هذا راه جيست زوين وشكرا بزاف شكرا 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 بزاف دونك دابا غادي ندوزو اللي كتسناو كاملين اللي هو مواضيع علاش كندويو المواضيع اللي كتعطيوني وكنختار منهم اللي كيتعاودوا بزاف باش ندويو عليهم قبل ما هادشي غادي نجاوب واحد الاخت سميتها ميري امبوريغا سولتني قالت لي السلام خويا فيصل بغيتك تجاوبني واحد واش عندك خوتك ولا لا حيت ما عمرك بينتي لينا شي خوك وي عندي خويا كبر مني سميتو خالد وعندي اختي صغر مني سميتها منال وعندي خويا صغير كامل سميتو ياسير وان شاء الله غادي تبانو مازال الا تحت الفرصه علاش لا خصوصا داك ياسير تصرفك ياسير داك ياسير ضروري غادي يبان ديالو انا وياه شي خرجه ضروري السؤال الثاني شحال في عمرك انا شحال تعطيني تقريبا مع سميتو داكشي انا كنبان صغير انا كنبان باقي صغير ما عرفت نهار 19 في شهر 3 2017 غنسالي 26 عام وغنبدا في 27 عام اش بغيتي عندي بديت كنشرف ميري بيوتي قالت لي ما كيستيون سي كو نهار دخلتي اليوتيوب واش تبدلات شي حاجه في حياتك شنو هي اي ميرسي كما فيصل شكرا بزاف ماري مريم واقيلاك شكرا بزاف على السؤال ديالك وغادي نجاوب كيف كان ثاني هكا راه قلت لكم اليوم السلام اليوم تسالوا شي حوايج ما عرفت منين جاوا صراحه اش غنقول لك تزادوا بزاف ديال الحوايج ياك لي 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 مشيت ديالي اليوم تسطيت اليوم تسطيت عباد الله ما عرفتش كندير فلوغ ولا كندير بودكاست والله تزادوا بزاف ديال الحوايج اول حاجه هو انني يعني كنحس براسي درت شي حاجه في حياتي شي حاجه اللي خارجه على داك الروتين اللي العادي ديال الحياه النمطي ديال الحياه ديال انك قرا خدمت تزوج موت حققت شي حاجه في حياتي مازال ما وصلتش يعني داكشي اللي بغيت نوصل فيها ولكن بديت تعرفت على ناس جداد تعرفت على الناس اللي كنت ديما كنشوفهم غير في التلفازه اولا غير في اليوتيوب وكيبانوا ليا راه ناس اللي صعيب شي نهار نتلاقى معاهم اولا صعيب شي نهار يعني ندوي معاهم اولا نجلس معاهم اولا تكون عندي مرتهم وندوي معاهم ويصونيو ليا ونصوني ليهم شي حوايج بحال هكا وحاجه اخرى يعني اللي مهمه اللي هي يعني اللي كتخرج كتمشي لشي حافل ولا كتمشي لشي ايفينمون ولا كتكون خارج غير في الزنقه يجي عندك بنادم يعني شي واحد كيتفرج فيك من لا فامي ويقول لك راه كنشوفك في اليوتيوب كتفرج في لي فيديو ديالك وبيتصور معاك ويفرح ويضحك حيت تلاقى معاك ويبغي يهضر معاك يعني كتحس براسك هذاك الشيء اللي كدير راه كيوصل راه ما كيمشيش غير هكاك كتحس براسك راك وصلتي واحد الميساج وصلتي واحد 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 الحاجه واحد الحاجه انت كديرها ومرتاح فيها وصلت للناس والناس عجباتهم وكيفرحوا يعني ديك ملي كتشوف شي واحد فرحان حيت جاي عندك وكيشوفك فرحان وباغي يدوي معاك راه شي حاجه راه زوينه بزاف صراحه وحاجه اخرى تزيد ما غاديش
ننساها اللي هي وليت كنخسر فلوس بزاف. منى جراديستا، منى جراديستا قالت لي يا اخو فيصل بنقل نكشيا شنو خاصنا نديرو باش ننجحو في قرايتنا وفي حياتنا اون جينيرال، كيفاش ننظمو وقتنا. ميرسي بوكو، شكرا بزاف. تنظيم الوقت، شوف انا كاين واحد القضيه يعني ما سميتهاش تنظيم الوقت، سميتها تنظيم النشاطات اللي كدير في وقتك. داكشي اللي كدير في نهارك هو اللي خصو اللي خصك تنظمو، كل حاجه تحطها في وقتها وكل حاجه تجيبها في الوقيته اللي انت عارف بلي قادر تعطي في ديك في ديك في داك في ديك الحاجه في ديك الوقيته. مثلا الحفاظه، الحفاظه مثلا ديال القرايه كاين اللي كيخليها حتى الليل، دونك الحفاظه ما خصهاش تكون في الليل، المراجعه ما خصهاش تكون في الليل، اللي كيكون الجسد عيان كيكون كاع داكشي داز عليه في النهار خاصو يرتاح. يعني ماش ما تجيش انت داز ديك الحفاظه حتى في الليل، ما غاديش تحطها في الصباح بكري اللي هي صراحه احسن وقت للمراجعه ولا الحفاظه، حطها في وسط في وسط النهار شي شي شي, شي بلاصه تما ملي تجي من القرايه حفظ هو الاول ديك الساعه كترتاح. يعني خاصك تنظم النشاطات ديالك ماشي تنظم وقتك، الوقت راه مقاد منظم، ما عندك ما تنظم فيه. مازال ما شدش الباك وباقي كيقرا، اهم حاجه خاص يديها فيها هي القرايه على الاقل، على غير تشد الباك، غير تشد الباك ديك الساعه وتخصص في شي حاجه ديك الساعه غادي يشيط لك شويه الوقت فين دير شي حاجه اخرى. على حسب التجربه ديالي انا، انا فاش كنت كنقرا في السيزيام سانكيام سيزيام كنت كنتريني، كنت كنتريني كره، كنت لعاب كنلعب كره مزيان، والحلم ديالي ديك الساعه هو انني نكون لاعب كرة قدم حقيقي كما قال له بخاصو، يعني هذاك هو الحلم ديالي. وكنت كنلعب مع حسنية، حسنية أغايا كنت كنتريني معاهم وكنلعب معاهم، كنا كنترينيو مع 12، كنخرج مع 12 كنمشي كنعلق الساك ديالي كنمشي للونطريما كنتريني حتى لجوج، جوج يلاه كنخرجو من لونطريما وجوج كتكون القراية غير خصك تسمع في شي حصة، دونك تربش ترونت كتخصني ضروري نختار يا إما الكرة يا إما القراية، إلا جمعتهم كاملين حياتي كتخربق وما غنشد حتى وحده فيهم. هو مزيان صراحه دير شي حاجه قبل من الباك، يعني فاش كتقرا تكون شي حاجه في الويب بحال هكا مزيانه اه، ولكن ما تعطيهش حياتك كامله، 80% ديال حياتك اعطيها للقرايه، نجح في القرايه هو الاول. واللي باغي يوصل شي حاجه في حياته يعني كما قال حمزه الطهراوي ذاك النهار في لانيفيرسير ديال راديو اجيال في ذاك الفلوق اللي مشى ليا، يعني قال واحد الكلمه اللي عجبتني صراحه وديديكاس لحمزه الطهراوي من هذا المنبر، هي ان الاحلام ما خصكش ما خصهمش يبقاو احلام، خصهم يكونوا اهداف. يعني الاحلام ديالك رجعهم اهداف، الا خليتيهم احلام غتولي ديما غير كتحلم بهم، الاحلام ديالك رجعهم اهداف والاهداف راه كيتحققوا. وخدم خدم 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 على الاهداف ديالك، هز واحد الورقه كتب فيها كاع الاهداف ديالك اللي باغي في حياتك، لصقها في البلاصه فاش كتنعس في بيتك، في البلاصه فاش كتكون مقابله معاك، فاش فيما كتفيق في الصباح كتشوفها. انا هذه دايرها في البيت ديالي في البلاصه فاش كنعس، هز ورقه كتبها شحال هذه شي 3 اكثر من 3 سنين دابا 3 سنين وشي حاجه، وانا كتب الاهداف ديالي كامل في ديك الورقه وملصقها في البيت ديالي ان شاء الله، باقي غادي نوريها لكم. وكاع دوك الاهداف اللي كتبت فيها الحمد لله حققت فيهم شي حوايج باقي ليا مازال ما حققتهمش وغادي فيهم. علاش كدير هاد الورقه هذه؟ باش دوك الاهداف يترسخوا لك في عقلك، عقلك اللاواعي ديالك العقل الباطني ديالك كيخدم على دوك الاهداف بلا ما تشعر نتايا. كاين واحد القانون كيقولوا ليه قانون الجذب، قانون الجذب، هذا قانون الجذب هذا كيقول لك بلي اي حاجه كتفكر فيها بزاف كيفكر فيها العقل الباطني ديالك راه حتى هي كتفكر فيك، حتى هي باش ما كتقرب ليها راه حتى هي كتقرب لك وكتحقق. وفعلا هاد القضيه والله حتى كاينه وجربتها، والله حتى كاينه شحال من حاجه كنفكر فيها وكنبغي نديرها كيوصل واحد النهار يعني كنساها، وكيوصل واحد النهار كنلقى راسي طحت فيها، كنلقى راسي تحققات يعني، وكنتفكر بلي ديجا فكرت فيها وديجا كنت كنحلم بديك القضيه بديك الحاجه اللي تحققات. دونك ركزوا على الاهداف ديالكم، والله العظيم الى اي حاجه تركز عليها واي حاجه تعطيها وقتها وتكون مصر انها تكون وتخدم عليها وتعطيها حقها، راه والله العظيم تتوصل وغادي تحققها، حتى حاجه ما صعيباش، والله العظيم حتى حاجه ما صعيباش، راه قاعد البشريه قاعد الناس اللي وصلوا ما عرفت فين، وقاعد الناس اللي ما عرفت شنو داروا في حياتهم والشهره والاموال وما عرفت كاع فين وصلوا، راه العقل اللي عندهم هو اللي عندنا، نفس الخلايا اللي عندنا بحال بحال، غير هذاك السيد رسم مخطط في حياته وكافح عليه وكانوا عنده اهداف وما استسلمش، يعني عطى حياته عطى دمه وقته لذاك الشيء
اوصل حتى انت اختار وحتى انت اختاري الاهداف اللي بغيتي، اختار الهدف داكشي اللي باغي توصل في حياتك وتقاتل عليه وصبر عليه وما تخلي حتى واحد يفشلك. تسمع الهضره كيف ما كانت، تقاتل على الهدف ديالك راك غتوصل ليه ان شاء الله. والله يوفقكم كاملين، الله يحقق لكم كاع الامنيات ديالكم، الله يخليكم توصلوا ويخليكم تصبروا وتوصلوا لكاع الاهداف اللي باغي تحققوها في حياتكم ان شاء الله. نشوفكم كاملين فرحانين في حياتكم. هادشي اللي كاين لا فامي، كنتمنى الفلوق ديال اليوم يعجبكم، واخا صراحه هو ماشي فلوق ما مشينا فين مي كون عارفين شنو كاين. تحياتي لكم، كنبغيكم كاملين. سمحوا لي طولت عليكم، تهلاو لي فريوسكم حتى الفلوق جديد ان شاء الله. وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، تابوناو فلاشي الا كنتو جداد، الا كنتو ناس متبعينا من لا فامي شحال هادي، عيطوا على لي زامي ديالكم، جيبوا 10 الناس اللي قلت لكم كل واحد يجيب 10 الناس يتابوناو فلاشين، ديروا جيم لاباج في الفيسبوك. وما تنساوش خليو لي في لي كومونتير اشنا هو الموضوع، علاش بغيتونا ندويو في الفلوق جاي. تهلاو فريوسكم حتى الفلوق جديد ان شاء الله، كنبغيكم كاملين، باي.